أنا أتكلم كأستاذ جامعي في إحدى أكبر جامعات أمريكا، وأرى بأم عيني كيف أسلموا كل الأنشطة الجامعية. طيب أخير سؤال في هذا الموضوع وبعدين رح أرجع عليك، كيف باختصار ربما قسم من الأخوة المشاهدين الآن دخلوا إلى هذه الفضائية وما سمعوا حديثك بالبداية، كيف وصل هذا التغلغل الإسلامي في قسم من الجامعات الأمريكية؟ نعم سيدي، تفضل. لقد استغلوا حاجة الطلاب الأمريكان والحاجة الأمريكية لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية وبعض الوزارات السيادية الأخرى وحتى رجال الأعمال، استغلوا حاجتهم إلى تعليم العربية فدخلوا بالإسلام تحت عنوان العربية. جود جود، أشكرك. أنا أشكرك، خليني الآن أروح إلى دكتور عماد وبعدين أجي عليك أخ كريم. دكتور عماد معنا على الهواء؟ أيوة تحت أمرك. أوكي حبيبي دكتور عماد، راح أسألك نفس الموضوع لكن بصيغة أخرى عن أولا عن انتشار الإسلام في الغرب. يعني الآن أنا وسعت الحلقة مو فقط أمريكا، وإنما راح نتكلم أيضا عن كندا وعن خاصة أوروبا، بالحقيقة أوروبا هي أكثر من كندا. فنفس السؤال راح أسأله إليك والأخ كريم عن أسباب وعوامل الانتشار في أمريكا وأوروبا. الانتشار متى أول مرة، هل انتشر فعلا الإسلام في الغرب يعني في أمريكا وأوروبا، وهل أم سوف ينتشر؟ هذا السؤال الأول. وما هي أسباب انتشاره؟ تفضل دكتور عماد. أيوة دكتور باس، الحقيقة أنا أتفق مع الدكتور رحومة 100% أن الإسلام فعلا انتشر في الغرب، ليس فقط سوف ينتشر، سوف ينتشر أكتر، إلا لو حصل حاجة معينة ممكن إحنا بيها نتقي هذا الأمر، وده ممكن، يعني إحنا ممكن الحل لسه موجود. أنا لا أتفق مع الدكتور رحومة أن الأمريكا عليها العوض، نو. لكن أتفق معاه أن الإسلام انتشر وتسرطن، هذه حقيقة 100% في الجامعات وفي المجتمع، لكن في حلول هنقدمها دلوقتي. أنا عندي حلول ممكن أقدمها. سبب انتشار الإسلام بكل وضوح أن المجتمع الأمريكي لا يعرف ما هو الإسلام، زي ما الدكتور رحومة قال، لا يعرف what Islam really is، ما يعرفوش حقيقة الإسلام. وأنا متأسف من التصريح اللي قاله أوباما، بس على فكرة التصريح ده الأول قاله بوش مش أوباما، يعني بوش هو بداية كل الكلام ده، إن الإسلام is a great religion hijacked by extremists. فبوش وأوباما متفقين في هذا الأمر وهم الاثنين مخطئين. فالأمر الأساسي هنا إن they don't know، الأمريكان ما يعرفوش إيه هو الإسلام، وده بيطمننا. ليه بيطمننا؟ لكن سؤالي إليك دكتور عماد، لحد الآن ما جاوبتي، هل انتشر أم سوف ينتشر، وما هي أسباب انتشار الإسلام في أمريكا والغرب؟ أوكي، الإسلام انتشر وسوف ينتشر أكثر إلا لو حدث أمر إلهي نتكلم عليه بعدين. أوكي. أسباب الانتشار نمرة واحد، الأمريكان ما يعرفوش حقيقة الإسلام. نمرة اثنين، الكنيسة الغربية بالذات في أوروبا وكندا وأستراليا كنيسة ضعيفة، وفي أمريكا أيضا الكنيسة ما فيش فيها نهضة روحية. الإسلام مش ممكن ينتشر أيام سبيرجن والشارلستيني وجان ويسلي. والحاجة الثالثة إن العرب المسيحيين مش بيقوموا بالدور اللي عليهم. طيب، وأنا ألوم العرب المسيحيين أكتر ما ألوم المجتمع الأمريكي. أشكرك، انتظر، أبقى معنا على الخط أنت ودكتور رحومة وراح أرجع عليكم ثيناتكم، ولو عندي خطوط بس خلوني الآن نفس السؤال أعرض على أخويا في الاستوديو الأستاذ عبد الكريم. أسباب وعوامل انتشار الإسلام في الغرب بصورة عامة وفي أمريكا بصورة خاصة، أنت برأيك هل تتفق مع الدكتور عماد أم لا؟ نعم، أنا بس أريد أعرج على قضية الجامعات الإسلامية أو الجامعة الإسلامية في كاليفورنيا. نعم، أنا أريد أرجع شوي للوراء. في بداية الوزارة، وزارة الترابي في السودان، أول وزارة كانت الأغلبية عد الإسلاميين، جماعة الترابي أغلبية كان ممكن يأخذون عدة وزارات، فالترابي طلب وزارة واحدة، يعني ما طلب وزارات سيادية،
طلب وزارة واحدة هي وزارة التربية. أنت من توصل إلى المرفق التربوي تقدر تسيطر على كل المرافق الحيوية. فأني طبعا أشد من يد أخ دكتور رحومة، حقيقة أنت يعني مسكت الجرح وفعلا أنت حددت النقاط. إذا بدت بالجامعات فحقيقة الخطر داهم، يعني دهمنا الخطر. الجامعات أخطر وسيلة للانتشار، لأن الجامعة تخرج المهندس، تخرج الدكتور، تخرج المحامي، فذولا هم السند الساند للمجتمع، هم الأساس والركيزة لبناء المجتمعات. فإذا تخرجوا إسلاميا فمثل ما تفضل الدكتور رحومة على العوض بالله. أشكرك. نعم. عبد الكريم، صارت عندي خطوط كثيرة. نعم. راح أخذ خط أو خطين بعدين راح يكون معنا الأخت مدام مسس إيفون رحومة، وأيضا الدكتور محمد رحومة ودكتور عماد. خليني أخذ أول خط الآن. عندنا الأخ عبد الباوي البنا. عبد الباوي البنا، أنت على الهواء، تفضل أخويا. نعم. تفضل أخ. أيوة. أخ عبد الباوي. أيوة. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام، تفضل. السلام عليكم يا أخي. أنا قلت وعليكم السلام وسلام المسيح معك أخ عبد الباوي. نعم. لماذا الإسلام ينتشر؟ لماذا الإسلام ينتشر يا أخي؟ حاجة بسيطة جدا، إحنا كلنا بنتحاور حول الماديات. نعم. تفضل. لكن القلوب، العباد كلها، قلوب المخلوقات كلها اللي ربنا خلقها، القلوب في يد ربنا. هو اللي بيحط، هو اللي بيديها البدايه وهو اللي بيديها الضلال. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهد عمه ابو طالب، وسيدنا نوح لم يهد ابنه، سيدنا نوح عليه السلام لم يهدي ابنه، وسيدنا إبراهيم لم يهدي أباه. ولا أخ عبد الباوي، أخ 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 أخ